نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل فيسبوك تعديل تحميل النتائج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على قفل إجباري، سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط هنا على مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فيس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.